في آخر جزئية من هذه المحاضرة سنقوم بمقارنة بسيطة بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة واللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، والمقارنة بين واقعهم. المؤسسات العاملة في صفوف اللاجئين في الضفة وغزة، الأونروا، المؤسسة الرئيسية اللي بتقدم الخدمات للاجئين، السلطة الفلسطينية بتقدم الخدمات للاجئين بصفتهم مواطنين فلسطينيين مثل التوظيف والأمن والأمان، لكنها ليست مسؤولة عن اللاجئين في قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم. دائرة شؤون اللاجئين دائرة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لها سلطة سياسية وإدارية، ومنها انبثقت لجان المخيمات. دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس تعمل في غزة، وأيضا يوجد منظمات غير حكومية، وأيضا الفصائل الفلسطينية تعمل في صفوف اللاجئين. هذه بشكل عام. نسب السكانية، الضفة الغربية هي الأكثر من عدد المخيمات في من بين مناطق عمل الأونروا الخمسة اللي ذكرناها، اللي هي الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا. لكن أكبر المخيم أو يوجد أكبر المخيمات فيها اللي هو مخيم بلاطة، بضم عدد من السكان مساوي تقريبا لعدد سكان أصغر المخيمات في غزة. 30% من سكان الضفة الغربية لاجئين، و 67% من سكان قطاع غزة من اللاجئين. أما بالنسبة للصحة في مخيمات الضفة وغزة، الضفة الغربية أو عفوا الأونروا، خدمات الصحية للأونروا في مخيمات الضفة أفضل منها في غزة، مع أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في قطاع غزة بفوق عددهم في الضفة، وعدد المراجعين أيضا أضعاف عددهم في الضفة، لكن عدد المراكز الصحية في القطاع بلغ نصف عددها في الضفة. انخفاض نسبة الأمية، في البيانات الإحصائية انخفضت نسبة الأمية للاجئين في الأرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة مقارنة بغيرهم في مناطق عمل الأونروا، حيث بلغت نسبتها بين اللاجئين الأفراد 15 سنة فأكثر، يعني 4.9%، وبلغت لغير اللاجئين من الفئة العمرية نفسها 5.2%، اللي 15 سنة أو أكثر نسبة الأمية لديهم قليلة جدا في فلسطين، اللي هم اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، نسبتهم 4.9%، لكن لغير اللاجئين من الفئة العمرية نفسها وفي نفس المناطق نسبتهم 5.2. صحيح النسبة، الفرق بينهم بسيط، لكن أيضا يوجد فرق، يعتبر فرق في هذا الموضوع. عدد اللاجئين في المخيمات بتناقص سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لأنه كانت نسبتهم من إجمالي عدد السكان في عام 1997 حوالي 15.9، أصبحت عام 2011 9.4. إذن اللاجئين الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة حاليا بيبتعدوا عن أو بخرجوا من المخيمات. مجتمع اللاجئين في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو مجتمع فتي، أي هو مجتمع شباب وليس مجتمع من مجتمع كبار السن. مميزات القطاع الاقتصادي في المخيمات في الضفة وغزة، هو ملتحم بشكل عضوي ويعني موازي دائما طبعا مع المشهد الاقتصادي العام في الضفة وغزة، فلذلك هو أيضا اقتصاد هش وغير مستقر، بتعرض لحملات تحولات جوهرية من عام 67 بأتي في مقدمتها التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، ثم لسلسلة أخرى من التحولات آخرها قدوم السلطة الفلسطينية منذ عام 1994، ومن بينها زيادة تكريس التبعية لاقتصاد الاحتلال وممارسات الاحتلال القمعية مثل حصار القطاع منذ عام 2007. بتكلم عن الاقتصاد، هاي النقطة بتكلم عن الاقتصاد بشكل عام. الاقتصاد هو غير مستقر. في عام 1967 دخل يعني في عام 1967 بدأ الاحتلال في الضفة وغزة. في عام 1994 جاءت السلطة الفلسطينية وبدأت تحكم هاي المناطق، أو بدأت شوي تحكم هاي المناطق، لكن بعد ذلك زادت تبعية لاقتصادات الاحتلال وزادت ممارسات الاحتلال القمعية للفلسطينيين، وحصار قطاع غزة منذ عام 2007 لحتى اليوم كثير أثر على اقتصاد القطاع. مستويات المعيشة وظروف السكن والبيئة المحيطة، بتفيد البيانات الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إنه مستويات المعيشة في المخيمات هي الأدنى، مش مقارنة مع المدن، هي الأدنى حتى مقارنة مع الريف وأيضا مع المدن.
بظهر ذلك عند إجراء المقارنات المتعلقة ببعض المؤشرات مثل معدلات متوسط إنفاق الأسرة الشهري، نسبة الإنفاق على الطعام من المنفق الإجمالي الكلي، ومن معدلات إنفاق الفرد، ونسبة الفقر ونوع السكن. إلى هنا بتنتهي هذه المحاضرة. هذه المحاضرة مليانة كلام، مليانة معلومات، لكن هاي المعلومات كلها معلومات نظرية، أرقام وخدمات ومراكز وهاي الأمور. لما بتكون تدرسوا هاي المحاضرة بهمني فقط من المخيمات إنكم تعرفوا هذا المخيم تابع للأنرو أو مش تابع للأنرو، هذا المخيم وين أنشئ، وفقط ما بهمني في هاي في المخيمات إنكم تحفظوا تفاصيلها كثير، عدد سكانها، إيش أنواع في شغلات مميزة، مثلاً في خدمة، في نوع خدمة مميز ممكن يكون في هذا المخيم، مهم انكم تعرفوا فقط. اما التعداد والامور المكررة والمناطق، كل مخيم من اي منطقة سكانه، مش مهم كثير انكم تحفظوهم او انكم يعني خلاص انه مهمة تكون انها معلومة بتستفيدوا منها. بشكركم لاستماعكم، وان شاء الله مثل ما ذكرت في التنويهات، امتحان هاي المحاضرة مع امتحان المحاضرة السابقة اللي هي عن الفلسطينيين في أراضي 48 رح يكونوا مع بعض. بتمنى لكم التوفيق دائما، والسلام عليكم ورحمة الله.